مزاح. هلا بغازي. ما تقوم تحرك السوق سوي شيء يا اخوي. ما يتحرك السوق. وش دراني قاعد يقولون بيصعد بيصعد وهو للحين المؤشرات كلها تحت. هذا مدام حاط لك شيبال يمك. وين 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 يتحرك؟ لا صار بس حبل وقرقور تحت. والله هذا بغازي ابوك كريم مو مثلك انت بخيل. يلا بس يلا انت مالك شغل بحكي بيني وبين ابوي. يه اسكت وشب. لا الحين اطلع حرة مرتي فيك يا جماعه يا جماعه. صح على وجهك هذا وانا قاعد بطلت امسع راس الحين قدامي. ثم هو بقى في راس شيبال حط له شيبال تقول راس. الله يهداك يا جماعه طولوا بالكم. بعدين هذا وانا قاعد كذي لسانك طويل. هاي حاكيني احترمني على الاقل. خلاص يا ابو غازي خلاص طولوا بالكم. ينني خلاص يا ماهر علاكم انت وياه. وانت حتى عدل بعد لا تقعد هذا. ان شاء الله ان شاء الله. ما علينا الحين ما علينا خلينا نغير الموضوع. يلا تفضل ابو فرحان. دام السهم نازل ايش رايك اشتري لك كم واحد من شركه الهر؟ اي نازل ترى اشتل الهر. خلي شبخون ويها ين انت انا في الان هذا على فكره ين شوف للحين يضحك ين والله ين انت شنو شنو هذا يبا شنو انت هذا ربعي انا شو اسوي الله بلعني بالربع ين والله اتبرى منهم اتبرى ولا شيء لكن هين انا الاصول انا اتبرى منك مني. حسابك عندي يا ابو فرحان زين ادواك عندي شوف والله ان شفت في زل هالكبرة ها ادواك عندي يعني منظره هذا قلت لك حد مسويه انت خبل والله شافه فقير مسكين انت شايف وجهه اول هذا مال واحد خانقه شو اسوي فيه عيال تشوف انت وجهه من الحين فاش عطنا نشوف الوظيفه الثانيه الوظيفه الثانيه الوظيفه الثانيه اذا تبي الراحه قول لها إذا تمن الراحة وتحطين ريل على ريل وتقعدين تحطين روجج يعني راحة وأمان واستقرار بس ونعمة شنو الوظيفة وخير اللي عندك هذا مزيون الخليج أبو فرحان الطيب هذا أنا من قعدت أشم ريحة محصار مها ليش الريحة لأنه طول وقته بالإصطبل ماله مقابل هالحصين يا موكل هذا كريم كراميل ياملك برميل يوكل الحصن يوكل الحصن زين هذا بيتوقع هو يوكل الحصن كريم كراميل هو ياكل مرق عدس في البيت المهم بس زين بس هذا وبر عن قيض ها احنا قيض علينا هذا صيف يشتى عنده هو وتنبل هو بش هذا يدخل يطلع هواء ما يدخل ماي لا 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 ضد الماي ضد ضد الحريق بس اي بس ملمسه ناعم يبا ناعم تحل ما علينا من هذا تحت شلبت بالبشت وخليت موضوعنا شنو موضوعك موضوعنا يبيك انت تروح تفهم اسمه فضه وهذا وين عنده خير وهذا بيتزوجها بيتزوجها فيدفع عربون الحين ها ليه وينطر عندي عربون كهوة كم عربونك ها هذا عربوني 50 دينار الدنانير هذول اي هذا كدوانيت العصاري يبا يبا انت تحشمر معاه هذول عيادي يبا عادي عاد والله ما ادري وانا ساعات اشوفها وايد يحوش من المسايد يمكن يطلع ما علينا احنا المهم عنده فلوس دنانير هو هاي طريقه استعماله بالفلوس مساله 10 و20 هذول ما يدرون عنده لا كله يصرفهم عشان يصير وايد وحين دولك مره مره عشان بس تقوم بالواجب عشان تقوم بالواجب بالواجب ايه. ايه. وانا مصي ايه. وانت قاعد تصف ملفاته والكمبيوتر شغل الكمبيوتر عندك كمبيوتر وملفات عنده عندي كمبروتر ملفات زين زين تمام كمبروتر ايوه بعد هذا الربع قلنا مزيون الخليج هذا يتزوجها ويصرف عليها ويقوم فيها وفي يعني ومرتك وين مرتي نطحها حصان وما حصان خمسين دينار اي لا دنانير هذول اي هذا كدوانيت العصاري يبا يبا انت تحشمر معاه شو السالفه هي شو صار خامط اشوف ابوي تطنش قاعد يقول موضوع فضه صيد فضه وانا صاد هذا حبيبي عمي حيادي وتقول لي عربون الله يهداك والله العربون شوف انا اقول رفيجك انا خاف عليه يمشي بروحه لازم معاه حمايه طالع من ورا ثلاثة أرباع غطرة أول مرة شوف